في بعض الناس يقول بروح، يقول انا اخوي في جده بزور اخوه، بروح مسافر بدون ما يحلم بالطائره او بدخول. منين مسافر؟ مسافر من الاردن، سافر من الرياض وكذا. ما دام خرج من بلده قاصدا الحج او العمره فلا يجوز له ان يجاوز الميقات الا محرما. اما انسان خرج من هنا فكره خالي عن عمره او عن حج، بده يزور اخوه في جده، ما بيحرم بطبيعه الحال، وهو في جده بيزين له أخوه مثلا، بيسهل له طريق العمرة والحج، فبينوي من هناك ماشي. أما هو خرج من بلده قاصد الحج والعمرة فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا هو محرم. هو بيقول هذا السؤال، يقول أنا بدي أزور أخوي وبنيتي آخر. يزور ليش بقى؟ المهم إذا خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة. فما بيجوز يجاوز الميقات الا محرمان.